قناة السويس، شريان الملاحة العالمية، واقع بفيض بالمزيد من الفرص والإنجازات. نجاحات وراها نجاحات، وتأبى هيئة قناة السويس إلا أن تعلن عن نفسها عبر العديد من المشروعات القومية والمجتمعية على ضفتي قناة السويس، ومنها القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس. مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية، بتستكمل بها هيئة قناة السويس دورها المجتمعي بمنطقة القناة على مساحة 350 ألف متر مربع، حوالي 86 فدان. وبتشمل العديد من المنشآت الرياضية لمجموعة من الألعاب المختلفة. بتتكون القرية الأولمبية من استاد هيئة قناة السويس عشان يتكامل مع منشآت الهيئة الرياضية ويكون بمثابة قرية أولمبية ويلبي متطلبات النهضة الرياضية الحالية، وبتدعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية. الأعمال الإنشائية للإستاد بدأت في يونيو 2019، وتصميم الإستاد روعي في جميع الاشتراطات الخاصة بالفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم. والإستاد مقام على مساحة 80 ألف متر مربع، وبيستوعب 21 ألف متفرج. في منتصف الاستاد بتقع المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى يمين ويسار بقدرة استيعابية بتصل إلى 3000 متفرج. المقصورة الرئيسية بتضم تجهيزات ومقاعد خاصة لكبار الزوار، بالإضافة إلى مقصورة رئاسية وقاعتين VIP وثمان كبائن خاصة. الدرجة الأولى بتحتوي على غرف للاعبين مجهزة على أعلى مستوى ومزودة بغرف للساونا والجاكوزي، بالإضافة إلى غرفة للحكام ومراقب المباراة وغرفة حكم الفيديو المساعد الفار، وكمان قاعة للمؤتمرات الصحفية مجهزة بشاشات عرض وإنترنت وترجمة فورية، ده غير إنها بتضم كبائن المعلقين وكمان قاعتين للصحفيين. أما الدرجة الثانية وسط فتصميمها بيستوعب حوالي 3000 متفرج. أما الدرجة الثالثة يمين المقصورة فبتستوعب حوالي 7500 متفرج. وكمان الدرجة الثالثة يمين بتحتوي على أكاديمية للناشئين فيها 60 سرير فندقي لإقامة الناشئين وغرفة للجهاز الفني لقطاع الناشئين مجهزة بالكامل، ده غير إنها بتحتوي على مطعم ومطبخ رئيسي خاص بالإستاد مجهز بالكامل ومغسلة مركزية مجهزة بأحدث الأجهزة. أما الدرجة الثالثة يسار المقصورة فبتستوعب حوالي 7500 متفرج، وبتحتوي على النادي الصحي اللي صمم بمساحة 850 متر مربع، وبينقسم إلى صالة للياقة البدنية ووحدة للطب الرياضي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وملحقاتها. الصالة المغطاة تم إنشائها على مساحة 18 ألف متر مربع، وبتتسع ل 2300 مشاهد، وتصميمها بيتضمن 4 مداخل للجمهور وثلاث مداخل للاعبين ومدخلين للمقصورة الرئيسية. مجمع السباحة الرياضي الاجتماعي بيتكون من حمام سباحة أولمبي بأبعاد 50 متر في 25 متر، وحمام سباحة للغطس بيشتمل على سقالة لقفزات الثقة بارتفاع 10 متر وبأبعاد 25 في 25 متر وبعمق 6 متر. استاد الهوكي الدولي بيضم ملعب رئيسي بيتسع ل 500 مشاهد، وبينفرد بكونه الملعب الدولي الأول من نوعه في الشرق الأوسط. الملاعب المفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية بتضم 6 ملاعب تدريبية للألعاب الجماعية، كرة يد وكرة سلة وكرة الطائرة. الملاعب الفرعية لكرة القدم، وبتضم ملعبين فرعيين لكرة القدم ومسجد طبارك واللي تم إنشاؤه على مساحة 1200 متر مربع، وفي مصلى للرجال ومصلى للسيدات.
وبكده بتستمر جهود هيئة قناة السويس في التغيير والتطوير عشان تواكب رؤية مصر الاستراتيجية لبناء الجمهورية الجديدة.